الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه شابي العزيز. في خطابه السامي الموجه للأمة بمناسبة الاحتفال بالذكرى 66 لثورة الملك والشعب، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن النموذج التنموي في صيغته الجديدة يشكل قاعدة صلبة لانبثاق عقد اجتماعي جديد ينخرط فيه الجميع. كما أعرب صاحب الجلالة عن أمله في أن يشكل هذا النموذج عماد المرحلة الجديدة التي حدد معاليمها في خطاب العرش الأخير، مرحلة المسؤولية والإقلاع الشامل، مؤكدا جلالته حرصه على جعل المواطن المغربي في صلب عملية التنمية والغاية الأساسية منها. وعلى صعيد آخر، أكد جلالة الملك أن النهوض بالتكوين المهني أصبح ضرورة ملحة ليس فقط من أجل توفير فرص العمل، وإنما أيضا لتأهيل المغرب لرفع تحديات التنافسية الاقتصادية ومواكبة التطورات العالمية في مختلف المجالات. وأوضح جلالته أن الحصول على البكالوريا وولوج الجامعة ليس امتيازا ولا يشكل سوى مرحلة في التعليم، وإنما الأهم هو الحصول على تكوين يفتح آفاق الاندماج المهني والاستقرار الاجتماعي. وفي سياق ذي صلة بالعالم القروي، أكد صاحب الجلالة أن الفئات التي تعاني أكثر من صعوبة ظروف العيش في المجال القروي وضواحي المدن تحتاج إلى المزيد من الدعم، وجدد جلالته دعوته للنهوض بالعالم القروي من خلال خلق الأنشطة المدرة للدخل والشغل وتسريع وتيرة الولوج للخدمات الاجتماعية الأساسية ودعم التمدرس ومحاربة الفقر والهشاشة. ومن جهة أخرى، شدد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على أهمية تجاوز المعيقات التي تحول دون تحقيق نمو اقتصادي عال ومستدام. أما بخصوص مشروع الجهوية المتقدمة، دعا جلالة الملك الحكومة إلى إعطاء الأسبقية لتنزيل الجهوية المتقدمة وميثاق التمركز الإداري من أجل رفع تحديات المرحلة الجديدة. كما دعا صاحب الجلالة الحكومة إلى الانكباب على تصحيح الاختلالات الإدارية وإيجاد الكفاءات المؤهلة على المستوى الجهوي والمحلي، مبرزا جلالته إننا نعتبر أن التطبيق الجيد والكامل للجهوية المتقدمة ولميثاق التمركز الإداري من أنجع الآليات التي ستمكن من الرفع من الاستثمار الترابي المنتج ومن الدفع بالعدالة المجالية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.